مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. أثار مقطع الملاك والشيطان لمايا رجيلة الجدل في السوشيال ميديا. مايا وضحت نيتها حول هذا المقطع في هذا التصريح. احنا في ريزو سوسيو عندنا دو كاتيجوري تاع الناس، عندنا ناس فاهمة مثقفة عندها في الراس قارية دي جون الله يبارك، عندنا ناس واحد اخرين اللي الله غالب عليهم، ما على باليش اذا عندهم مشكل في الفهم وفي الاستيعاب، ولا هما بالعاني يديروا في عمرهم هكذاك، ولا زكارة يحبوا يحرشوا عليك الناس ويدوروا عليك الرأي العام ويبينوا رواحتهم بلي هما ملائكة الرحمن وهما وفهم الشياطين. هذا الفيديو اللي درتو سي فيديو تري تري سام، فيديو تمثيليه، وهذاك سي دو ميك اب ارتست، مكياج سينمائي فقط. مي لي زامبيسيل يحبوا يترجموا حاجه على حسابهم يترجموها، وانا راني نجستيفي حتى واحد، باسكو الناس اللي عندها 1% تاع انتيليجونس فهمت بلي سي فيديو سينيماتيك وبلي مجرد تمثيل. بصح لي هنا فارغ ما عنديش كيفاش عمر وتلمو هاد الامبيسيل اللي راهو يقنع في الناس ويحط في لي باج بلي سوا ديزون درت هذيك لا فيديو لاسباب معينه. تسمى هاد لي ميك اب ارتست كاملين في الجزائر اللي راهم يديروا كاع لي لوك تاع الجن تاع الشيطان تاع الفامباير تاع كلش ماليفيسن تاع سحارات. تسمى لي ميك اب ارتست تاع الجزائر كامل وتاع العالم كامل كيما راكم تقولوا عليهم، سي با لوجيك، سي با لوجيك. دوك انسان كي ما يعرفش حاجه يغلق فمه ما يقعدش يزيد عليها ويدير في البلبلات ويكذب على الناس، سي تري غراف باسكو ويلحقنا كل واحد يمثل روحه ويمثل مستواه الفكري.